Hello. I am just going to let you get on with it because we like surprises. Good luck. Do you speak Arabic? أريد أن أقول لكم مستغربا لماذا في مجتمعاتكم حريصون على الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنا أعتقد أن السبب الوحيد هو أنكم لا تعرفون شخصية هذا الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك تابعوا معي لأعرفكم على أهم جوانب من حياته وسيرته العطرة. بعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، وبشر ببعثته النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن في قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو أحمد بلغة العجم ومحمد بلغة العرب. وجاء في إنجيل برنابا في وصف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلامه أحسن الكلام، إنه محمد العظيم. فعندما ولد بمكة عاش يتيما حتى ساقت الأقدار حليمة السعدية لترضعه، فأشفقت عليه وفاضت بقلبها حنانا عليه، وأخذته بجنبات يديها يحدوها الأمل، فأشفقت عليه وفاضت عليه برحمة من الله، وهي لا تعرف أن هذا هو الرسول الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فخرج وعاش يتيما ونشأ في مكة عند عمه وكذلك جده عبد المطلب وعمه كذلك أبو طالب، حتى أكرمه الله بالنبوة في هذا المكان الذي تشاهدونه، في أعلى جبل النور بمكة، وهو في غار حراء نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن تلك اللحظة أمر بعبادة الله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام وشرب الخمر وأكل مال اليتيم، وأعطى المرأة حقها في الحياة الكريمة، وأقر المساواة بين الناس. لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. وعندما صدع بالحق آذوه وسبوه، فخرج من بيته، وعندما أرادوا قتله ذهبوا إلى بيته لكنهم لم يجدوا إلا ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بدمه. فخرج النبي هو وصاحبه عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة التيمي المعروف بأبي بكر الصديق إلى غار ثور، وهو ما تشاهدونه فيها على هذه الشاشة. فنظر إلى صاحبه وهو حزين كئيب على حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وضع يده على كتفه قائلا له: لا تحزن، إن الله معنا. فتابع مسيره حتى وصل إلى المدينة المنورة، فاستقبله الناس بشوق ولهفة، فاستنارت المدينة بهديه وهداه، وقضى حياته حتى توفاه الله عز وجل من هذا المكان الطاهر الذي تشاهدونه فيه على هذه الشاشة. وقبل موته أوصى الأمة بقوله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأوصى بالتمسك بكتاب الله وسنته وسنة الخلفاء الراشدين وعترته أهل بيته، وأوصى كذلك بالنساء خيرا، واستوصى بالأنصار من الأوس والخزرج خيرا، وقال في آخر حياته: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Thank you very much.